هلا نحن شفنا انه عملت قلت كليك وقلت تيست يساوي فولس، يعني قلت بس لتفقصها لهي الفقسة بتحول التيست من شو ما كانت عليه لكلمة لتصير فولس. اوكي، بس انا بهالحالة اللي كتبت فيها بهالطريقة في مرق شغلة وحدة، ما فيني مثلا لسه اكتب 100 شغلة، فيني اكتب بس شكله بده يصير غلط وما منطقي اني اكتبهم هون هيك. انا بس تعال كليك بصير بعيط لشيء اسمه ميثود. خليني امحي هذه هلا من هون واجي لهون بالخون اللي اسمه ميثود. هون راح اعمل هيك، هعمل ميثود اسمه هايدنج واقول تذكر من الفاريبل اللي بيخفي وبيبين هون انا مسميه تيست. هون ما فيني اكتب كلمة تيست مباشرة، مش رح يعرف هي التيست لمين. فطالما التيست فوق بدي اضطر اكتب this dot test بتساوي شو؟ فولس. هلا انا عملت الميثود وقلت شو بتعمل، بس وصلت شي بالكليك؟ لا، بوصلها بالكليك بيجي وبكتب اسمه هون بتون كليك هايدنج ويجي لهون. هلا هي واضحه، مجرد ما فقست اختفيت. طيب هتقول لي ليش عملت الميثود وهالعجقه كلها ليتها؟ لانه بكل بساطه انا تحت هون فيني مثلا اعمل كذا شغله، فيني مثلا احط كونسول. بنعرف هاي شو شغل الكونسول مش بتطبع دوت لوج ذيس دوت تيست مثلا. مثلا فيني اعمل هيك يقول if this dot test بتساوي false. اذا هي كانت false شو بتعمل؟ this dot test بتساوي true. else this dot test تساوي فولس. معناتها إذا كانت التيست ترو اعملها فولس، إذا كانت فولس اعملها ترو. هلا هي ترو أستا شيل هذا شيل هذا مش هتشتغل. ليش؟ لأن أنا هون كان بجبرها تكون فولس. طبعا هلا هي التيست ترو صح؟ وقتها بدي أجي أف إس شو هتصير؟ هتشتغل هي الإف شي؟ لا، لأنه التيست ترو فهي الاف مش رح تشتغل، رح تشتغل الالس ورح تخليها تصير فولس فبتختفي. هلا التيست بتساوي فولس، فوقتها برجع بفقس مرة تانية هتكون التيست بتساوي فولس، فهتشتغل الاف وتعملها ترو فرح ترجع تبين. هلا هي الطريقة الكتابة صح، بس في طريقة أحسن. إيش هي؟ هي النوت. النوت اللي بنلمسها بهذه العلامة هي العكس. كيف يعني؟ الصح شو عكسه غلط والغلط شو عكسه صح. وانا فيني اقول this dot test بتساوي not this dot test، وكأني عم اقول له ال variable this dot test يلي هو بيساوي true شو بدي اعمل فيه؟ بدي اجي اقول انه this dot test بتساوي true صح، راح اعطيني not تاعي فراح تصير تعطيني false وراح احطها بال this dot test، فصير this dot test بقلبها فولس. هلا ايش بقلبها فولس؟ ف this dot test هون شو بتساوي؟ فولس. not this dot test فبقلب هيدا راح يصير في true، وبتصير هيك بتصير بتقلب هون فاست true بتجا فاست مرة بتجا فاست مرة بتروح وبنتم هيك. فهيدي طريقة أسرع مشان تقلب بين true والفولس.